أطلق 14 جريحا من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتلقون العلاج في المشافي السودانية نداء استغاثة لإنقاذهم من الوضع الذي يمرون به. وقال الجرحى أنهم يعانون الويلات والتعفن ويطالبون الرئيس هادي والتحالف العربي لإنقاذهم. وأعلن الجرحى دخولهم في اعتصامهم مفتوح بمقر السفارة اليمنية في الخرطوم، مهددين في الوقت نفسه بتصعيد احتجاجاتهم والشروع في إضراب عن الطعام حتى يتم تلبية مطالبهم. قالت اللجنة الطبية لجرحى محافظة تعز أنها لا زالت في طور المتابعة لتوجيهات حكومية بصرف مليوني دولار خاصة بعلاج جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأشارت اللجنة في بلاغ صحفي إلى أن المتابعة لا زالت مستمرة منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لصرف المبلغ. وأكدت أنها ستعقد مؤتمرا صحفي في حال استلمت المبلغ للبدء في تدشين عملها وبصلاحيات واسعة لما فيه مصلحة الجرحى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد الدكتور محمد نعمان الثوابي رئيس اللجنة الطبية لجرحى محافظة تعز. مساء الخير سيد محمد. بداية يعني انتزعتم ربما توجيهات لكنكم يعني لم تصلوا إلى نتيجة بعد، هل يتجه المركز في عدن في التعامل مع جرحى الحرب في تعز بنفس طريقة مرتبات الموظفين؟ طبعا نحن من هنا حصلنا على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، نعم، وحصلنا على توجيهات من رئيس دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد علي بن دغر، ووجهها لوزارة المالية، وما زلنا نحن في المالية نتابع. يعني هناك روتين ربما بطيء ممل، نعم، لكن لم نفقد الثقة بعد، ونحن سنتابع من أجل جرحى تعز، سنظل نتابع وسنتابع حتى نصل إلى حقوقهم وإلى المبلغ الذي تم التوجيه من قبل رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. نعم، يعني الجرحى إذا ما استمعت إلى الخبر أو أنك تابعت الخبر، الجرحى في الخارج يعني يوم بعد يوم تزيد شكواهم، يعني كان آخرهم يعني ربما جرحى تعز في السودان، ما الذي ستفعلونه بشأن هؤلاء ومعاناتهم في حال تأخرت صرف هذه المبالغ أكثر؟ نعم أخي، نحن نتابع جرحى تعز في السودان ونتابع جرحى تعز أيضا في الهند، هناك ناس عالقين، وهناك جرحى لتعز في مصر. مشكلة الجرحى هي مشكلة كبيرة في تعز، وهي الجرح المؤلم أخي في تعز، ونحن يعني نناشد جميع الأطراف والمنظمات والهيئات أن يلفتوا إلى هذا الموضوع الشائك. نعم. يعني لدينا يا أخي 20,000 جريح في تعز، والجراح ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. نعم. هناك الآن عندنا جرحى الآن بحاجة أننا نسفرهم الآن، نسفرهم هذه الأيام، هناك من سيفقد بصره، هناك من سيفقد قدمه بسبب هذا التأخير. ولذلك نحن يعني لا نريد أن نسبق الحدث ونقول أن هناك تباطؤ متعمد، لكن هناك روتين يا أخي، روتين ما ندري لماذا التباطؤ فيه يعني. ويعني نعم، لكن سيد محمد، يعني المعروف أن الروتين ربما يطبق في الحالات الاعتيادية، لكن الحالات الطارئة كعلاج جرحى، كنقل ربما مصابين ربما يعني تتدهور حالتهم الصحية في حال تأخيرهم أكثر، يعني هذه ربما مصيبة. نعم أخي طبعا، وكانت توجيهات دولة رئيس الوزراء حقيقة في غاية الدقة أنه اصرفوا وبسرعة عاجلة لجرحى تعز، هكذا كان الأمر والتوجيه لوزارة المالية. نعم سيد، نحن سنتابع هذا نعم الأمر. العقيد نعم، العقيد الدكتور محمد نعمان الثوابي رئيس اللجنة الطبية لجرحى محافظة تعز، شكرا جزيلا لك.